عليك يا خال. مفتاح الشقه للهانم اصله نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربيه؟ على رجلها نقش الحنه ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي مستنيك يا خال. عايزه مني ايه؟ انت مالكيش دعوه بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون خارجه الصبح وراجعه اخر النهار، ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا عيب. والدها شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوين الجدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك، وعايزانا اسكت. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استخدمي لها ابل كوريا، اديلها المفتاح، اديلها المفتاح بدل ثلاثه. بالله العظيم بدي ادعلك. ماشي يا خال، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخه هي. ماشي، اتفضلي. عندها فشل كلوي بنسبه عاليه جدا، وهتحتاجي جلستين غسيل في الاسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الامر ده يتوقف على طبيعه الشغل نفسه. لو في شغلانه ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعده، مفيش مشكله. ليه؟ هي هتشتغل مذيعه؟ وجلسه العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسه دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار اسود، يعني 700 جنيه في الاسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقة الدولة. قررت العلاج على نفقة الدولة واقفة دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقي ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك مالك يا سندس؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس، البنت اللي هنا برضو سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس، انا جنبك مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي، وهسرح لك شعرك، وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس، تضحكي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي، من عينيا، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر، وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريه. بس واتك البت تقريبا خطيبتك دي، وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي هيما، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي، بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يعني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. أيوة. تدلعني يا طاعون. ادونجول وقعد حلب حصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا ده سوكا، مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي، بقالك يومين مش ظاهر، ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده، اشتغلت؟ فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه، والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه، وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي، بس بق ودلدوله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك كباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يا جاك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس، ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانيه بس هشوف مين اللي بيخبط. بنتك ضربة. يو، انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه. بقول ايه؟ انا قصدكي في خدمة. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ لا، ما كنت دعوه بيا. سبتيني يا اختي خايفه وجعانه. تعالي تعالي. لا بخلت، استني دلوقتي. خير؟
عايزاك تكلمي لي الضابط بتاعك. الضابط بتاعي ليه؟ هي ما جاله استدعى من النيابه وعايزين نعرف الاستدعى ده ليه. انا اللي هكلم الضابط. انا هقول له ياخدك يحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وقراك. معلش يا خالتي حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها، بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جولي، تعالي على نفسك عشان خاطر الواد، لا ينتصر فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه، انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضايا عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها، ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي، وشايله همك للنهار كانه همي. يا شيخه ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كانك اختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ هو انت ايه؟ كان الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخه شحال ما كنتش جايه لك يعني وبقول لك ده انا قصدك في خدمه. ده بدل ما تقولي لي تؤمري ولا من عينيا الاثنين زي الناس الجدعان تقولي لا طبعا. صحيح اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني انسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا، انا كنت هكلمه لك بس دلوقتي عمري ما هكلمه، ايه رايك؟ الله يسامح، انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قولي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا، رايح فين؟ ممكن تقولي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء، هو انت عايزه تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده، وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص، يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها، انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي، انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا، وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا، على الاقل كنت بقيتي انسان عاديه دلوقتي بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب، بقيتي حاجه تكسف. الو الو، مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص طبعا. متهمه ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ فاكرها طبعا، الكوافير. خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطة خالص، أنا بكرة الصبح أول ما أوصل الاسم أشوف لك لو ليه أي محاضرة عندنا تحولت للنيابة ولا لأ، ولو في هعرف لك إيه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ رقمي رقمي. خلاص أنا هسجله وأكلمك بكرة أقول لك إيه الأخبار، بس بقول لك إيه؟ هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي، مش زي قبل كده. لا 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 أكيد أكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش قال جت نيلة، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك؟
وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجة، في حاجات يا أختي. أمك جالها فشل كلوي وراقدة في المستشفى. يا نهار أبيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ أمال مرتين؟ آه مرة واحدة. محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة. أهي راقدت. مين بقى يا أختي اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر ال8000 بتوع الغسيل، وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك. مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعت لك على وستر يونيو زي المرة اللي فاتت. المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك. ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه. لسه هروح أفتح. طيب طيب. إيه ده؟ جايبينها لي كده ليه؟ أنا لا بعرف أكل ولا أشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا أبو نجوان. أنا مش طالبة يا أخويا غير إني أترمى على فرشتي، والدكتور قال إن أنا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا أختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. إيه ده؟ أنت بتكلمها كده إزاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي ان شاء الله تقومي بالسلامه، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى ايه يا اختي؟ انت هتعملي لي فيها ابله فيطه وتوعظينا؟ ما تغوري في داهيه، واحد بيتكلم مع مراته. ايش حشرك انت؟ معلش يا بنتي امسحيها فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منجوان. السلام عليكم يا اخت جمالات. هلو، اهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. انا بحب الشيوخ قوي قوي قوي. عارفه ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول ايه. انا هحج امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد اذنك يا اختي، كنت حابب الفت نظرك لحاجه بسيطه كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعه في فترينات العرض المسماه بالمريكانات، الا ترين فيها فتنه؟ يعني ايه؟ هذه المجسمات الا ترين فيها فتنه؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء، ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات. وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتئ وهم يهدؤون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات، والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أخت جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأئم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي وردي على التليفون. صباح الخير. صباح النور. كويسه النهارده ولا لسه مضغوطه؟ لا كويسه، بقت احسن. انا خليتهم دوروا على القضيه بتاعه ابراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقه ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا اي حاجه، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط واحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له. ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانية ما تشكرنيش. وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي أحسن طريقة تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. تتحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ عشان يدوا ريح،
وبعد كده تروح فاقع الكبده والسجق ورادمهم فلفل اخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى ها ما تدبش السكينه في الرغيف لحد اخره عشان ما يبهواش ويطلب مونه زياده. بص نص فتح ها، وتمسك المقصوصه ويا دوب شوف يا دوب لحسه كبده وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه وما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل. تديله مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا ام سوق؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضيه اللي عليك طلعت بتاعه سرقه الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجه. ماشي ماشي، هروح بكره اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقه ضيقه يا كوريا والريحه هتفحفح. ادي نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف منين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطه، طالما فيها مصلحه قشطه. البت يا اخويا عماله توشوش في الواد كان احنا غربه. هو احنا غربه يا ولد؟ اه احنا غراب ياما، وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا ام سوق. فاكره؟ اه طبعا فاكره. هو في ايه؟ انا بالنسبه لي مفيش حاجه، انما اهلك لما عرفوا ان بنتهم مدمنه وان ابن خالتها مات بسبب الادمان وانهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل، بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمه بالنسبه لهم. انت عايز ايه بالظبط؟ ابدا، عندنا قضيه كبيره وعايزينها تخلص باسرع وقت ممكن. متقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد انها تفضل سر ما بيننا. بس نتفق. نتفق على ايه؟ في معلومات معينه عايز اعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. اه نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منوره باهلها وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقه دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يرمي؟ آه لا 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 بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2. لكن تقول ايه بقى، المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى، لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك ليسمعك. بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخد مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بقى انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ وبعدين هو انا قلت فيه لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه، كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفك فك. حاضر استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. رجاء انا رايح شرم الشيخ كام يوم، عايز حاجه؟
مساء الخير. مساء النور نادر. ايه يا حبيبي اتاخرت كده ليه؟ ولا انت ايه جيت في ميعادك ولا ايه؟ معلش يا بيبي مصدعه بس شويه. هو انت كان عندك حد ولا ايه؟ واحده صاحبتي بس لسه ماشيه. صاحبتك؟ اوكي طب يلا بينا ولا انت جاهزه؟ يلا بينا. هنروح بعربيتك ولا بعربيتي؟ لا بعربيتك، انا مش قادره اسوق خالص بصراحه. يلا اوكي. ايه ده انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا خالص مفيش. انت ايه اللي صحاكي؟ انا عارفه يا اختي، حلمت بكابوس كاني متعلقه كده في شجره رفيعه وهتقع بيا. لقيت لك نفسي ده بيروح، قلت اما اخرج اشم شويه هوا. براهيم براهيم براهيم. مين؟ يو انا كوريا. الله انت صاحيه؟ ده انا كنت هتصل بيكي بس قلت تلاقيكي نايمه. ايه اللي انت لابسه ده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح فرح واحد صاحبي كان معاه في المدرسه. الواد قعد يزن عليا، قلت له يا عم الحاج انا ما عنديش هدوم اروح بيها، راح جايب لي الطقم ده. بس ايه رايك يا بنت كوريا؟ ها بصي ها، لا جامد واد جامد. عشان تعرفي يا كوريا الواد لما بينضف بيبقى عامل ازاي. وهو برضه قلت تبقى بروف عشان اشوف لايق عليكي في الفرح ولا لا. لايق عليا انا؟ ده انت في الخطوبه كنت احلى مني. كنت في احلى منك. طب انا الحق بقى اروح الكباريه، اروح الفرح عشان عندي بكره نيابه. ماشي. سلام يا مزدكي. سلام يا حتتي. ما تيجي اقول لك كلمه على السلم. يلا يا واد امشي. اعوذ بالله، ده راجل سخيف قوي. لا خالص. جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه، انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده، يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعده. وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عامله زي المغناطيس، بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانه جدا وجالها فشل كلوي وخايفه لا يجرى لها حاجه. انت بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ انت عرفتي من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمتي منين؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلنا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلنا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني، لان ده لو حصل هقتلك. حاضر انا اسفه. هقتلك يا رجوان. انا اسفه والله. هقتلك. بس انا ترجمت الموضوع في منت وقلت لها رايح فرح، بس كهربت امي يا طاعون زي ما تكون عكشتني مع واحده. جت طاعون يا ابني كداكي، ده انت طلعت كتكوت يا جدع. الله، طب ما تفكك منها بدل ما هي مربيه لك الهلع كده. يا طاعون اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل. اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل؟ امال يبقى ايه؟ جد شويري؟ انا عارف بقى. ايه الحكمه الغلط دي؟ طب انا اروح اشوف الشغل بقى. شغل؟ مش عارف انا ايه حبك في سن المعاشات ده. هنا كنت اشغلك بقى في دار الامل بدل الكباريه ده. اتدلع يا هيما. انت منورانا. تمام. الو مساء الخير يا ابله. مساء النور يا سوك. طا
طمنيني عليك، انت عامله ايه دلوقتي؟ انا كويسه الحمد لله. بقول لك ابلة، انا ربنا كرمني واشتغلت على عربيه كبداكي، ومش عايز اقول لك بقى القشه معدن والحمد لله. طب كويس يا سكر، ربنا معاك. بقول لك ابلة وشويه كده ان شاء الله وهجيب امي ونيجي لاخوك الاستاذ فواز ان شاء الله يا سكر. بقول لك وانا ممكن اطلب من حضرتك حاجه بس بعد اذنك؟ ممكن يعني اكلمك من حين الاخر؟ معلش يا سكر مش هينفع، خلينا كده احسن لحد ما تعرف تيجي الفواز. حتى ابلة ما استخسرها في المكالمه ابلة. معلش يا سكر عشان خاطري. ماشي ابلة، انا اسف يا ابلة اني كلمتك. سلام يا ابلة. مع السلامه يا سكر. انا هاخد قميصين من النوم دول وهديكي 20 جنيه والباقي على 6 شهور، بس انت تستاهلي معانا شويه. 6 شهور ايه؟ احنا قلنا القسط على شهرين وقطعه واحده بس، هي واحده. طب اسمعي، ما تسمعيش كلام النسوان دول ياكلوا مال النبي. انت جايه تتنصحي علينا ولا يا ست سندس؟ يا اختي وما تنصحش ليه؟ ها؟ عايزه تلبسي المشخلع والملمع وما تدفعيش. السلام عليكم. امشي. التليفون بيرن. خدي ردي. يا حلوه يا ولاد. هاي يا بابي. هايدي يا حبيبتي، طمنيني، روحي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، يعني هكون عامله ايه؟ هايدي وبعدين؟ مسكي نفسك بقى، اجمدي. ظروف وتحطينا فيها، لازم نستحملها. ما انا مستحمله يعني، هو انا قدامي حاجه تانيه اعملها؟ يا اختي احمدي ربنا قولي الحمد لله. غيرك مش لاقي لقمه ولا هدمه يلبسها. انا بكلمك يا حبيبتي عشان طارق جنبي اهو، وبيقول انه عاوز يودي الورق للمحامي الكبير اللي هو يعرفه، ونعمل له توكيل بتاريخ قديم. قول لها ده متخصص في قضايا الاموال العامه. ششت، انا بسالك رايك انت يا حبيبتي. خصوصاً بعد ما تأكدنا إن نادر ده ملوش أي علاقة بالراجل الجبان أبو نجوان ده. المهم، معرفتوش إيه الورق اللي هو عايز عليه فلوس ده؟ مرضيش يفتح بقه من غير ما ياخد فلوس، فأنا يعني قلت نستنى شوية لحد ما نشوف المحامي الجديد ده هيقول إيه. فأنا قلت ناخد رأيك الأول، إيه رأيك نروح له؟ وأنا شعرفني يا بابي، والله العظيم أنا مش عارفة، أنت شوف إيه الصح واعمل، والمهم تخرجني من الكابوس ده بأي شكل. حاضر يا حبيبتي، المهم بس انت خلي بالك من نفسك. حاضر يا بابي، باي باي. خلاص ما تكتبهوليش كله، اكتب لي نص البيت. هو انا صبري معاك طول السنين دي كلها يعني ملوش تمن؟ الله، واحده غيري كانت راحت عملت لك قضيه خلع واتجوزت عيل صغير في سنها يجيب لها العيل اللي بتتمناه من الدنيا. تمن ايه يا ست ناوره واللي انت عايزاه؟ وانا مأجرك من شارع الهرم عشان تقولي لي تمن؟ ما انت متجوزه ومتستته واكله شر نايمة وعاملة نفسك السفيرة عزيزة قدام نسوان الحتة كلها، إيه اللي جننك بقى وخلاك تقولي اكتب لي وما تكتبليش؟ الله، واشمعنى يعني كنت هتكتبه للبت الواقعة؟ ولا كمني يعني بنت أصول وما شرطتش عليك أول ما اتجوزنا؟ ولا أنا أكبر وأستحمل عشان تيجي غيري وتلهف على الجاهز؟ من الآخر يا ست نوال، أنا مش هكتب لك بلاطة من الشقة. عيشي بقى ومتخربيش على نفسك، انا نازل اشوف شغلي بدل المرار اللي انت معيشانا فيه ليل ونهار. اعوذ بالله. بقى كده يا سلومه؟ ماشي، يانا يانت. صباح الفل يا ابو السوخي عندليب، صباح العسل. اصحى منطقة شاعر مصر اهو، الوراق، امبابة، كيكات، منورة نجم. بقولك ايه، انا اول مرة اشوفك واقف مكان كبداكي. اكل العيش بقى يا نجم، انما قولي انت مختفي فين يعني؟ مشاغل بقى. بقولك ايه، ظروفني نص سجق ونص كبدة. انما قولي قبل السجق والكبدة كده اخبار الفن ايه؟ يا عم بطلت الكلام ده خلاص، بقيت شغال مندوب مبيعات شركة منظفات، بلف على البيوت ابيع منظفات وبكسب اكتر. عايز اكل، اخلص. هقولك حاجة، نظافة برضه. بقولك يا نجم، بترجع تاني الملاعب يا نجم ونعمل دويتو انا وانت استاذ، انت تكتب استاذ وانا لحن وغني. قلت يا عم دويتو انا ايه؟ قلت لك ما بياكلش عيش، الظروف دي سندوتشات. اقول لك حاجه، ادي العيش اهو. بص يا استاذ، انت تكتب كوبليه استاذ، تظروفني الكوبليه. ايوه. اديك واحد سجق. ايوه. تديني بقى الاغنيه. ايوه. اديك واحد كبده. قلت يا استاذ. يا عم لاجل النبي، هو قطع الشعر بقى كمان مكمل الغذاء؟ اظروفني واخلص. اوه يا استاذ، استنى استنى استنى. الو، صباح الخير يا سوكا. صباح الخير يا ابله، وحشاني يا ابله. سوكا انا محتاجه لك في خدمه. امريني يا ابله. الحاجه انتصار تعبانه قوي وانا محتاجه اروح لها البيت اطمن عليها، بس جوزها راجل ناقص قوي وطردني المره اللي فاتت،
وانا مضيت لها التقرير من المستشفى، بس هو محتاج يتمضي من الوزاره. ده انا تحت امرك، ده انت تأمريني. انا هديك عنوان بيتها يا سوكا وقابلني تحت نطلع سوا. طب بقول لك ايه، معدي عليكي في المستشفى ونروح انا وانت. لا يا سوكا مش هينفع، وانا لولا محتاجه لك ما كنتش كلمتك. ماشي يا ابله، ثواني واجي لك يا ابله. جود باي. بص يا شيخ جاسم، بص حضرتك معايا دلوقتي، شحنه السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو، ده من غير الشحن والنقل. ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده، الفلوس هتزيد حوالي نص مليون يورو كمان. لو الكلام ده مش عاجبكم وانتوا اللي هتتكلفوا النقل والشحن، ادوني بس ال 2 مليون يورو ثمن شحنه السكر. بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنه يتحملها الشيخ جاسم وحده. ده طبيعي، سبحان الله. في طبعا انا هسلمك الشحنه سليمه، خلاص يبقى انا انتهى دوري. ما انت عايز مني ايه تاني؟ الله، ما ترد يا شيخ جاسم. لا لا اسمع يا اخ مروان، مو معقوله انا ادفع 2 مليون يورو علشان الشحنه واتحمل نقل الشحنه بعد وادفع زياده؟ لا لا هذا وايد وايد. الله، طب انا هسلمك الشحنه هنا. الله، بيعها هنا يا يبا. هني مو محتاجين سكر، احنا محتاجين السكر حق مصر. انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، يعني انت عايز نعمل ايه؟ هو انا هكسب من وراك كام يعني لما اضحي بنص مليون يورو؟ انا مش فاهم بصراحه. لا لا انا اقول لك، انا قاعد اقول لك هذا المبلغ كبير كبير وايد، حتى اسال الست نجوان. انت ايش رايك؟ ما تقولين شيء؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم. بص يا مروان، خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خاطري بقى يا حبيبي. يا عيني عليك، سكر والله العظيم سكر. بقك ينقط عسل. انت تأمرني يا شيخ جاسم. الامر لله، تسلمي. ايش فيك سكت يا مروان؟ ما تتكلم، قول حاجه. والله مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، انت زي ما بيقولوا في مصر مسكتني من ايدي اللي بتوجعني، دخلت لي من نقطه ضعف. نجوان بعرفش ارفض لها طلب. خلاص متفقين احنا ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. احنا الحين انا وياك كنا ضحكنا عليه. مالك؟ ابدا ماليش. من ساعة ما جينا ما بتتكلمش تقريبا. يمكن ما فيش حاجة اقولها. هو انت لسه بتفكر في نجوان يا نادر؟ للأسف في حاجات ما ينفعش ما نفكرش فيها. زعلان عليها؟ زعلان من نفسي ان انا زعلان عليها. سيبك مني يا ساره، على فكره بقى انت ما قلتليش اي حاجه عن نفسك. هتكرهني لو عرفتني. ليه بتقولي كده يا ساره؟ على فكره انا ما بحبكيش عشان اكرهك، وبعدين انا اتعلمت من شغلي ان انا ما اخدش موقف من الانسان اللي قدامي علشان اعرف اتعامل مع القضيه بتاعته بحياد. انا بابا وماما طول عمرهم برا مصر، اتنين دكاترة كبار نقلوا في كل بلد شوية، وطبعا معهم فلوس كتير، فمفيش حد فيهم فضيلي ولا فضي يعرف حاجة عني أصلا. رجعت قعدت في الفيلا بتاعتنا 3 سنين لوحدي يا نادر. حبيت ابن خالتي وحبني، كنا هنتجوز لحد ما جت واحدة صاحبتي خلتني أجرب الكوكايين. حبيته وما اعتبرتوش إدمان، يعني اعتبرته حاجة حلوة، قلت إيه المشكلة بدل ما معايا فلوسه طول الوقت زي اللي بيشربوا سجاير كده. طبعاً ابن خالتك أول ما عرف كان سابك. يا ريت كان سابني، كتر ما كان بيحبني كان بيحب يشاركني في كل حاجة أنا بعملها، لدرجة إنه كان بيضرب حاجات أنا نفسي ما أعرفش حاجة عنها. يا دي نيلة، يعني أدمن هو كمان؟ للأسف. كنا قاعدين مرة في الشقة اللي هنتجوز فيها و... معرفش كان ضارب إيه ولا عامل إيه وزود شوية، وفجأة لقيته ميت في حضني. أوبس، عملت إيه؟ مسحت أي أثر ممكن يكون ليا في البيت ونزلت جري. طبعا خالتي وجوزها كلموني وبقيتش عارفه اقول لهم ايه. قلت لهم ما شفتوش ولا اعرف حاجه عنه. المهم بعد اسبوع الجيران شموا ريحته، طلعوا كسروا البيت مع البوليس، اكتشفوا انه ميت اوفر دوز. يا ساتر.
ولحد النهارده مفيش اي حد يعرف ان انا اللي كنت معاه يا نادر، ولا اني بشم اصلا الا واحد بس. مين ده؟ هقولك. ما هي اقوالك في الاتهام المقدم ضدك من المواطن هندي زكي محمود الشهير بهندي مقصات، بيتهمك فيها ان انت سرقت عربيته التيوتا الميكروباص، لوحات معدنيه ح م ت، سياره رقم 345 مرور الزاويه. انا يا باشا لا حول ولا قوه الا بالله. انا رد على السؤال. ارد اقول ايه يا باشا؟ انا اساسا معيش رخصه سواقه وما بعرفش اسوق، هسرق عربيه ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وانت بتسوق عربيته يوم الاربعاء 23 مارس الساعه 12 بالليل. اين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، اصل انا حضرتك طالب في كليه الزراعه والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بصهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي، والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعالى 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 تعالى. نعم تعالى هنا. نعم نعم. فين عندي فين؟ هنا. ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. اه عايزه كام يا حبيبتي؟ ها انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع؟ وماله وماله حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. الو. ايوه سعيد. بقول لك ايه، المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا يلا. اوكي اوكي. بقول لك ايه، انا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. الف سلام عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ قبل هاجر ربنا يخلينا. قبل هاجر خلصت لك الجواب على نفذة الدولة، وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك امضة الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة، بدل ما هي مزروعة كده وعمالة تقول عايزة ادفع عايزة ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، أنا أعرف دكتور في الوزارة وهخليه إن شاء الله يخلص لك الورق بسرعة وتقومي بألف سلامة إن شاء الله. ما تبطلي نواح بقى يا ولية، بواصلي دماغي المتكلفة، كانت الداهية وأنت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا إيه؟ إيه ده؟ أنت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا إيدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجة انتصار، هنبقى نجيلك بعدين وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقولك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاكي تطفحوا. اوعي يا بنت. خلاص يا سوكا، انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. خلاص عشان خاطري. يلا بينا. يلا والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لا كنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفه منه قوي يا نادر، ومحتاجه حد قوي يحميني. انا حاسه انك قوي وهتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومه دي. انت قلتي لي انك ما قلتيش لحد. انا تقريبا حكيت لواحده صاحبتي زمان ساعه ما حصل الموضوع ده، بس ما اعرفش حاجه عنها، يمكن بقالي سنتين اصلا ما شفتهاش. بصي يا ساره، انا عايزك تثقي فيا، انا هقول لك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتي لي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوكا.
الورقه دي تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا، وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انك اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي الوش اللي انت عاملاه ده والله واشتغلت فيك يا غالي انجليزي يا بطل البقرة. يا بنت بلاش دوش انا مش عارفه اسمع الغين ومنك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان شويه شويه. لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كل؟ عاوزه منك يا حصر، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي